I'm a freak. إن الموت له شدة وله رهبة وله ألم شديد، فهو أمر هائل لا يسعه قول قائل، قد شاب من هوله الأواخر والأوائل. فإن للموت سكرات، وللقبر ظلمات، وللنار زفرات، فاعمل قبل أن يقال مات. فلا تسأل عن جسد تنزع منه روحه، فإن النزع شديد، ولكل عضو سكرة بعد سكرة، وكربة بعد كربة، وألم بعد ألم. فالموت باب وكل الناس داخله، إنها لحظة هائلة. أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أرواحكم. الملائكة تأمر هؤلاء الذين أمر الله عز وجل بقبض أرواحهم، فتلك اللحظة من الموت تمر على الميت بمئة ألف سنة من الإحساس. فينظر ملك الموت عليه السلام لمن حضر أجله، فيسقط مغشيا عليه من هول ما رأى، وتبدأ رحلته إلى الآخرة. فيشتد الألم، ويشعر الإنسان بسكرات الموت، وكأن سيخا من النار أدخل في جسده يقطعه. فينزع ملك الموت وأعوانه الروح من الساقين، فتلتف الساق بالساق، ثم إلى الفخذين، ثم إلى البطن، ثم إلى الصدر، حتى تصل إلى التراقي، ثم إلى الحلقوم. عند ذلك تأبى الروح أن تفارق الجسد، فيرى بكاء الأهل والأحباب والأصدقاء، فيزداد سوءا وخوفا وهلعا. فيكشف عنك الغطاء، فبصرك اليوم حديد. فيرى الإنسان حوله ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتناقشون في حاله، وهو ينتظر هل سيكون من أهل الجنة فتقبضه ملائكة الرحمة، أم سيكون من أهل النار والعياذ بالله فتقبضه ملائكة العذاب بكل قسوة. فيقول ربي ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أتصدق بمالي، ولكن هيهات. فلا يمكن الرجوع، جاء الأجل وحان الموت. وهنا تحدث له أعظم فتنة، فينادي الشيطان على أعوانه ويقول عليكم بفلان، فإنه يفارق الحياة، فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه. فلا يكون في حال أشد على ابن آدم منه في حال الموت. فيأتيه شيطانان، الواحد عن يمينه والآخر عن شماله. فالذي عن يمينه على صفة أبيه يقول له: يا بني، إني كنت عليك شفيقا ولك محبة، ولكن مت على دين النصارى فهو خير الأديان. والذي عن شماله على صفة أمه تقول له: يا بني، إنه كان بطني لك وعاء، وثدي لك سقاء، وفخذي لك وطاء، ولكن مت على دين اليهود وهو خير الأديان. وهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وتبدأ الملائكة بأخذ الروح، فيشخص البصر، وتحشرج الصدور، وتقشعر الجلود، وتتشنج الأصابع. فعند ذلك من أحب لقاء الله عز وجل أحب الله تعالى لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فإذا كان الرجل صالحا قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان، ورب راض غير غضبان،
فينزعونها في رفق وسهولة ولين، كما تنزل القطرة من في السقاء، فيجعلونها في كفن من الجنة، ويخرج منها ريح طيب، فيصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة، وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فتبسط الملائكة أيديها بالضرب، ويبشر بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب القوي العزيز، فتتفرق روحه في جسده من ذعره وخوفه من هول المنظر الذي رآه من ملائكة العذاب. وهذه البشارة الشنيعة بهذه الألوان، فتتفرق روحه وتعصى وتأبى الخروج، فهي تعلم إلى أين تخرج. إنه منظر فظيع وأمر عظيم هائل منكر، ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق. فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم، يخرجونها رغما عنهم قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون، كما كنتم تكذبون على الله عز وجل، وكما كنتم تستكبرون عن اتباع آياته. فتخرج الروح، وعند ذلك تتعالى الأصوات، وقيل: من راق؟ هل من أحد يرقيك؟ هل من طبيب يشفيك؟ فتؤخذ روحه في كفن من نار، وتخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجي في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا، فيبقى الإنسان جثة هامدة وجيفة قذرة. فيقف ملك الموت على الباب، ولأهل البيت ضجة، فمنهم الصاكة وجهها، ومنهم الناشرة شعرها، ومنهم الداعية بويلها، فكأن لسان حال ملك الموت: ويلكم مما الفزع وفيما الجزع، والله ما أذهبت لواحد منكم رزقا، ولا أنقصت له عمرا، ولا ظلمت منكم أحدا، ولا أتيته حتى أمرت، ولا قبضت روحه حتى استأمرت، وإن لي فيكم عودة ثم عودة، حتى لا أبقي منكم أحدا، حتى لا أبقي منكم أحدا. فوالذي نفسي بيده، لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. فيأتي أقرب الناس في عجل ويقول: أحضروا الجنازة وضعوه لنغسله ونكفنه. فيصب عليه الماء، وكأن لسان حال ملك الموت ينادي ويقول: يا ابن آدم، أين سمعك ما أصمك؟ أين بصرك ما أعماك؟ أين لسانك ما أخرسك؟ أين ريحك الطيب ما غيرك؟ أين مالك ما أفقرك؟ فلا يوجد جواب، إذ انقطع الكلام وأمسك اللسان. حتى إذا حمل الميت على نعشه، رفرفت روحه فوق النعش وهو ينادي بأعلى صوت: يا أهلي ويا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، ولا تغرنكم كما غرتني، جمعت المال من حله ومن غير حله، ثم خلفته لغيري، فالمهنأة له والتبعة علي، فاحذروا مثل ما حل بي. ويقدم على القبر ويصلى عليه صلاة لا ركوع لها ولا سجود فيها، فينزل في التراب ويغلق عليه الباب، باب القبر،
وحوله الظلام، فينادي عليه الملك وكأن لسان حاله يقول: يا ابن آدم، جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ يا ابن آدم، تركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ يا ابن آدم، استعددت للموت أم المنية عاجلتك؟ يا ابن آدم، خرجت من التراب وعدت إلى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وعدت إلى التراب وكلك ذنوب. فإذا من فض الناس عنك وأقبل الليل لتقضي أول ليلة صبحها، يقول المؤذن يومها: الصلاة خير من النوم. انتهت الصلاة، انتهت العبادات، إن الذي سيؤذن فجرها هو إسرافيل عليه السلام. وكأن لسان الحال، أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. والحال يومها: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وكأن لسان الحال يقول: إنه ينادي عليك ملك الملك وملك الملوك، يقول لك: يا ابن آدم، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا الحي الذي لا أموت. يا ابن آدم، من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه الله. عبدي، أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. فينادي القبر ويقول: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود. فيأتي ملكان أسودان أزرقان، أعينهما مثل قدور النحاس، وأصواتهما مثل الرعد، مع كل واحد منهما مرزبة من حديد، لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوها، ولو ضرب بها أعظم جبل لصار ترابا. يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيأتيان العبد الصالح ليسأله، فتكون الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وفعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، دعوه ليرتاح. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، اتركوه ليرتاح. يا ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، دعوه. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل، اتركوه ليرتاح. والقرآن يلتف حوله ويقول: يا ربي، منعته النوم بالليل، فشفعني فيه. فينادون عليه نداء الأم الشفيقة بابنها: يا فلان، قم لنسألك. فتعاد روحه إلى جسده فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الجميل يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: نم كنوم العروس ليلة زفافها. وإذا كان العبد فاجرا وكافرا، يأتيه الملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟
فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري، كنت أقول فيه كما يقول الناس. فيقولان: لا دريت ولا تليت. فهو تلك الساعة أصم أعمى أبكم، ويضرب بمرزبة فيصيح صيحة يسمعها كل الخلق إلا الإنس والجن، ولو سمعوها لماتوا من شدتها. ويقيض له 70 تنينة، لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا، فتنهشه وتخدشه حتى يفضى به إلى الحساب. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. فهو في عذاب إلى يوم القيامة. يا ابن آدم، ولدتك أمك باكيا مستصرخا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا، ضاحكا مسرورا. إلى هنا تنتهي حلقتنا الأولى من رحلة الموت، وانتظرونا في الجزء الثاني من هذه السلسلة المميزة من قناة مرتقون. وإذا أردتم قصة معينة اتركوا لنا في التعليقات اسم هذه القصة، وسنقوم بعملها إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.